تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ورجل من رجاله النادي الاهلي محمد الشناوي. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. الشناوي الحقيقه واحد من نجوم النادي الاهلي، كمات النادي الاهلي كبيره وقيمه النادي الاهلي كبير جدا. بطوله صعبه، كان عندكم تحدي كبير يا شناوي، لكن كان عندنا ثقه كبيره جدا فيكم. حابب تقول ايه على اللقاء الصعب وعلى البطوله الغاليه جدا جدا على كل جمهور النادي الاهلي؟ طبعا بقول مبروك للعيبه ديت ان هم حققوا يفرحوا، بقول مبروك للجمهور اللي جه حضر النهارده. احنا كان عندنا هدف وخدناه الحمد لله، البطوله 11. الهدف اللي احنا هناخد البطوله من الملعب ده، عشان السنه اللي فاتت احنا كنا في الملعب ده وظلمنا ظلم ناس كلها عارفاه، ناس كلها فاكره النادي الاهلي صغير، لا النادي الاهلي كبير جدا يا جماعه. 11 بطوله، بطولات اللي بتتكلم على نفسه عن النادي الاهلي، بتتكلم على تاريخ النادي الاهلي، يعني بتيجي تتكلم في 11 بطوله، بتتكلم كميه بطولات. النهارده رابع تروح النهار تسعى كاس العالم، رابع مره على التوالي تمام، وبعدين الحمد لله يبقى خامس مره على التوالي. مفيش حد بيعمل الكلام ده يا جماعه، الجيل ده كتب نفسه التاريخ وعمل تاريخ لنفسه. النهارده في الموسم ده الحمد لله 4 بطولات ان شاء الله، والخمسه جايه في الطريق. الناس بتقلل من النادي الاهلي جامد، لا النادي الاهلي كبير. بقول لهم مفيش حد بيعمل عقده للنادي الاهلي، النادي الاهلي هو عقده افريقيا كلها. لو تشوفوا العقده ب 11 بطوله دي، الناس لازم تفتكر الكلام ده. النادي الاهلي كان جاي لهدف ان هو ياخد ال 11، واخدنا ال 11 وعرفنا الحمد لله العالم كله وافريقيا كلها يعني النادي الاهلي باللعيبه دي بادارته بجمهوره. احنا بنستحمل كتير وبنتكلم في الملعب بس، ما بنتكلمش بره الملعب، احنا بنتكلم بعد ما ناخد البطوله. الحمد لله كسبنا، والف الف الف مبروك. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، النهارده نفرح، نركز في اللي جاي ان شاء الله، ياخدوا الاجازه بتاعتهم ويفرحوا، ان شاء الله نرجع نكمل المسيره بتاعتنا للبطولات وننسى اللي فات. لازم اقول كلمه مهمه، لان علي معلول الحقيقه تحامل على نفسه بشكل كبير جدا النهارده، كانت دموعه غاليه جدا، وانت كمان يعني بقيمتك الكبيره وكقائد النادي الاهلي انا عارف انك ليك دور مع كل اللعيبه. شايف الضغط اللي كان علي ازاي قدر يطلع منه، ازاي طلعته منه عشان يا جماعه؟ علي معلول لعيب كبير جدا 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 جدا، يعني حطينا في مواقف كبيره زي ديت، حطينا في اصعب من كده بكتير، وحطينا في ضغوط اكتر من كده بكتير. لا اللعيبه بتقف جنب بعض، اهم حاجه نكون جنب بعض، اهم حاجه نبقى كلنا على قلب واحد. وكلنا النهارده هو اللي كسبنا، علي النهارده هو اللي عمل الاسيست، علي معلول هو اللي عمل الاسيست النهارده، والنهارده هو كان نجم من وراه، هو ومنعم، الفرقه كلها كانوا نجم من وراه، والجمهور والاداره. احنا اهم حاجه ناخد البطوله، احنا اهم حاجه فرقه واحده، اما بيكسب بيقول النادي الاهلي كسب، اما نخسر بيقول النادي خسر. علي معلول مش هقدر اديله اكتر من حقه، لعيب كبير بقالنا 6 سنين مع بعض يا جماعه، تاريخ تاريخ، كميه بطولات اللي هو واخدها بتتكلم عن نفسه. بس انت بتتكلم في ايه؟ كل اي واحد في ال 30 لعيب اللي موجودين بينزل الملعب يقدل عليه، زي شوبير نزل الماتش اللي فات يقدل عليه، علي بينزل يقدل عليه، اللعيبه كلها بتنزل هي عارفه يعني ايه وجباتها وبتعمل ايه في الملعب. اهم حاجه نرفع اسم النادي الاهلي ونرفع البطولات بتاعت النادي.